يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا من جديد. الفن والأناقة غاية تسعى لها ربات المنازل من خلال إضفاء بعض اللمسات من الذوق الرفيع تعكس شخصيتها في المنزل. يسعدنا أن يكون معنا في فقرة فنون منزلية الأستاذة بسمة عبد العزيز كردي اللي بتخبرنا أكثر عن هذا الفن. صباح الخير. صباح النور. شو أخبارك؟ الحمد لله. شوف الأشياء الحلوة الموجودة هنا عندنا على الطاولة، شو بتشوف نسوي اليوم؟ إن شاء الله اليوم فقرتنا إعادة تدوير والهدف منها الحفاظ على البيئة وبنفس الوقت تحويل أشياء سالفة أو أشياء أنه نرميها لقطع فنية تقدر تستفيد منها ربة المنزل. تمام، يعني استغلال القطع ونحولها لأدوات فنية. فشو بنسوي اليوم بالضبط؟ اليوم الأدوات هي أنه علب معدنية مال المعلبات، فول، حمص، الحليب، أي شيء، وبنعتاز ل اي قماش موجود عندنا. ممكن انه في يكون عندنا اقمشه في هذا او ايوه هلا هدول مثلا اقمشه زادت من ستاره استغلينا كمان انه باعاده التدوير نقدر نحولها. نبدا الخطوات والخطوات وبدنا مقص واكسسوار ربطات اي شيء عندنا. تمام. اول شيء هاي عندنا علبه فول. اشوف هيدي علبة فول. هيدي علبة فول. يعان جمال عشان ما ترمون مرة تانية. احنا يلا عاد البواطن ممكن نستاند فردي سبحان الله يعني، وحطينا اقماش يعني قماش يعني مختلف الانواع. هون في عنا خيش، هيدا قماش ستاير، هون نفس الشيء، هيدي علبة حليب. يعني حتى نستغل القطع الزايدة مثلا عندنا في البيت. بالضبط. واي اكسسوار ممكن يلتقى احيانا في شكلات شعر للبنات الصغار ممكن تنكسر، فنحن بنستغل شو ربطات تجينا هدية عليها شرايط منشيلها كلها. يلا نبدأ إن شاء الله. أول شيء بدنا ناخذ نحن القياس إنه يكون مثلا شوفي عنا لهون بكفي، حنقص تمام حتى ما يزيد بال، ونستغل قطعة ثانية حق شيء ثاني. ممكن صحيح. تمام. احنا ممكن نستغل القماش او حتى ممكن بعض انواع من الاوراق استاذه. صحيح، يعني انه على مبدا نظام الديكوباج. نعم. بس هيدي اسهل لسه من الديكوباج لانه اسرع وما بدها الغير على الابيض، الغير على الابيض شوي بيعذب. نعم. هلا نحن شغلنا حيكون بماده السيليكون، هذا الصمغ الحراري. ايوه، هو لانه يعني دغري بيلزق و مع القماش وسهل. ايضا يلزق مع القماش مع القطع المختلفة. صحيح. نحن هلأ لزقنا أول طرف. هلأ كمان بنحط الصمغ. أنا أساعدك. شكراً لك. حط شوي. طبعاً عاد لازم يحاسبون لأن هذا يحرق. صحيح. خلاص نحن تعودنا. بسم الله. تمام، على القياس بالضبط. بالضبط، مع انه ما قست. يعني ما انه اخذت بالمسطره. تمام. هلا هالزوائد نحن فينا نقص منها شويه صغيره والباقي كله حندخل الحواف داخل العلبه. ليه؟ لانه العلبه دائما بتيجي الحرف يلي لها حاد. هيك. فنحن يعني عشان الامن والسلامه يعني رح نقصهم هيك بهالطريقة. تمام. طبعا مشاهدين احنا قاعدين ندخل القطع الزايدة داخل لان العلب غالبا العلب المعدنية هاي الحواف تكون حادة، فعشان نتجنب مثلا نأذي حمارنا او شيء او نجرح فندخل الحواف داخل عشان كأنه حماية. بالضبط، لانه ممكن يستخدموها الاطفال بغرفهم يحطوا فيها اقلام التلوين، اشياء الاشغال اليدوية. ممكن انه اذا واحد عنده مطعم مثلا وفرش المطعم بقماش معين وزاد منه يعملون ستاند ليحط فيه مثلا الكاتشب، المعالق، السكين. حلو. بعد ممكن نحط فرش هيدي. المكياج بعد ايضا فيها. بالضبط صحيح. هلا لزقنا الحواف. هلا نحن اخترت قماشه هي فيها يعني ديزاين، اذا حبيتي تزيدي ممكن ربطات تكون ساده نركبها من يعني مثلا اي مثلا هيدي. حلو. راح احط شويه تلزين. شغلته كثير بسيطه و
وهلا في عنا عطله، يعني البنات كلياتها جايه ايام عطله، ممكن يستغلون الاشياء الموجوده في البيت وايضا يستغلون بعض المواهب. يعني انا اعرف بعض البنات ما شاء الله عليهم يعني من هذه الادوات حولوا الموضوع لمثل بزنس او صحيح او مشروع صغير من خلاله ممكن انهم يستغلون الاشياء الموجوده في البيت في نفس الوقت يعني يتعلمون التعامل مع المشاريع الصغيره. صحيح والله، هم الحريم اكثر ناس مستفيدين لان ما شاء الله الكبت اللي في البيت اصلا ما يكفي حق الملابس، فياخذون تحصل كل انواع الاقمشه موجوده ما شاء الله. صحيح، ما يلبسونهم الا كل 10 سنين يعني، حتى انه يعني الوحده بتشعر شعور حلو كثير انه انا عم بشتغل شغله حلوه استفيد منها. صح، العمل يدوي يعني له متعه خاصه للي يحبون هذا العمل اليدوي. ايوه بالضبط، للي بيحبوا. ويحتاج ايضا شوي شغل دقيق، يعني مكان وضع الصمغ دقيق، انت حطيتيه في نقطه معينه عشان مثلا ما يطلع الصمغ الزايد من المكان، القطعه بعد رتبتيها بطريقه معينه، كل شيء يحتاج في هذا الموضوع انا اتوقع دقه. اي صحيح. هلا اذا حبيتي تزيدي عليه مثلا اكسسوار، هيدي اشياء زايده عندي من فستان بنتي يعني. تمام، خيط فستان وزاد يعني بتشوفوا عندك هني هيدي حاطت لها انه بحط فيها اشياء بشتغلهم بالفنيات، فانا هيدي علبه حليب. تمام، علبه حليب وحولتها لانه اقدر انه استعملها احط فيها اشياء لازمه. حلو، ممكن بالمطبخ نحطها، نحط فيها المعالق والشواك الاشياء الكبيره. هلا وين ممكن نحطها؟ على هون. تمام، ممكن نزيد هالاكسسوارات. استاذة بسمة، ممكن القماش هذا يلزق حتى على الزجاج صحيح؟ اي يعني ممكن نستخدم مثلا الغراش اللي موجوده النشره فيها كل يوم ما شاء الله احنا، المج او الاكواب، اكواب الشاي او القهوه، ممكن احنا القهوه ممكن نسوي فيها هاي الاعمال. اي ممكن، حتى المدربين من بيحطوا فيهم الجبنه المخللات ورق العنب، هالاشياء كلياتها بنقدر نستفيد منها. وعلب المشروبات الغازيه ممكن احنا نسوي فيها شيء؟ اي اكيد ان شاء الله بحلقه الجايه بسوي لكم افكار من علب المشروبات الغازيه. ليه؟ لانه هي سهل التحكم فيها، لانه نوع التنك اللي فيها رقيق كثير وبتقصيه بسهوله. هيدي ما بتنقص، صعب بدها مقص خاص. اما هذيك المقص العادي ممكن انه انا على بالي يعني بتفتحينه من فوق او شيء، لا طلع ينقص. علب المشروبات الغازيه ممكن احنا نقصها؟ بتنقص اي، لانه رقيقه يعني ما نسميكي، ما فيها سماكه. بس هيك هو، نحن فينا حتى اذا حبينا ندمج عده الوان مع بعضها. ها هو نحطه شكل نهائي توه سويناه، ما اخذنا وقت حتى. ما اخذ وقت، لا ادوات بسيطه أدوات بسيطة و يعني أشياء متوفرة عندنا في البيت، بس سوينا هذا الشكل. هاي العلبة استخدمنا علبة معلبات، وأيضا قطع في البيت وأشياء مثلا اكسسوارات موجودة. هيدي نفسها، بس أنا دمجة ثلاثة مع بعض وحطيت لهم يعني غصن زهرة وحطيتهم يعني بنحط على مكتب الطفل في البيت. حلو، أقلام ألوان ويعني مساحته شوي كبيرة. وهيدي وحدة ثانية كمان نفس الشيء، علب الفول والحمص يعني. تمام، هيدي لغرفة الأولاد لونه أزرق وحسب لون الستارة اللي عندهم. حلو، وايد حلو. هي مجرد اكسسوارات بسيطة، شرايط بس. يعني استغلال الموارد أو الأشياء الزايدة موجودة في البيت، إعادة تدويرها واستغلالها في هذه الأمور أو في مثلا يعني ترتيب البيت. تمام، شكرا لك أستاذة بسمة، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. مشاهدينا، من بعد هذه الفقرة المميزة ننتقل سويا إن شاء الله لفاصل، من بعد إن شاء الله نستكمل فقراتنا اليوم.